شيء رهيب. ما كنت بعرف شيء، كان عندي opportunities اكتر. اول شيء بس disclaimer، انا I missed out عن هالشيء اللي كتير مهم بحياتي. يعني اللي ما بيضحك بسلم، يا كتير شوب يا كتير برد، عرضت ل racism. يعني ماشي جرح كتير خفيف، انا انسانة تانية. هاي جايز، فترة طويلة ما عملت فيديو هيك وبكون قاعدة وعم بحكي معكم، بس هيدا الفيديو اللي فترة طويلة حابة اعمله. اليوم رح احكيكم عن تجربتي هون بكندا. اول سؤال بس انا، ليه انت الك 5 سنين بكندا؟ ليه مش 4 سنين؟ الي 5 سنين لانه انا عملت سنة كوليدج هون، جيت على كندا وعملت سنة كوليدج وبعدين عملت 4 سنين جامعة لاسباب رح تعرفوها هلا later on in the video. بس اعطيكم شوية context، انا بنت لبنانية بس ولا مرة بحياتي عشت بلبنان، كنت روح مرة او مرتين بالسنة بس كل حياتي عشت بافريقيا. يعني انا وصغيرة كنت دايما بس فكر بحياتي بالمستقبل، اتخيل حالي عايشة بلبنان وعم روح على اليوبي. لانه يعني انا وصغيرة انا بيي كتير strict when it comes to school. يعني كنت دايما من انا وصغيرة معبيلة براسي انه انت حتفوت ايوبي وديجريز وهالقصص كلها. ف يعني ما بحياتي تخيلت انه انا اكون عايشه هون بكندا. بلش هيدا الموضوع اهلي يقترحوه لما انا كنت بجريد 11. كندا بالتحديد مش اي بلد تاني لانه اهل امي عايشين هون. بس كمان بحب هون اقول شغله، انه ما بحياتي تكون انه لانه نحن ما عنا عالم او انه حدا انه بنعرفه او حدا بيقربنا ببلد ما يكون حاجز لانتم ما تقدر تروحوا على بلد ابدا 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 ابدا. ودائما دائما بقول لاصحابي انه انا بس اكبر لو اي بلد ربيوا فيها اولادي بدي قصدا خذهم وحطهم ببلد ما بيعرفوا حدا فيها. شيء رهيب واكسبيرينس رهيب. انا اهل امي وبالتحديد يعني خالي اللي عشت معه اول سنه كتير ساعدني، وانا ام سوبر سوبر لاكي انه هو كان معي من اول الطريق. بس لانه نحن ما عندنا حدا بهيدا البلد بس عندنا القدره انه نسافر وندرس برا، ما لازم يكون حاجز لنا لا ابدا. فمثل ما كنت عم بقول بجريد 11 بلشوا اهلي يقترحوا الفكره انه انا اروح على كندا. وبهيدي الفتره انا كنت عم بكتب ماي او ليفلز اكزام. درست بافريقيا كانت عم تتبع المنهاج البريطاني، وكان عندنا او ليفلز اوفيشال اكزامز نكتبهم وكانوا اوبشنال. وابدا ابدا يعني ما كنت بدي اكتبهم. فبتذكر صرت فوت على الجامعه على كندا، يعني هي اول مره فتحت الويب سايت بالجامعه اللي انا كنت بدي فوت عليها اللي هي ويسترن اللي انا تخرجت منها. وعمل سيرش انه شو بدهم وما طلع بدهم او ليفلز. فهيدا الشيء ريحني كتير وخلاني انه ما حط كل ماي افورت بهول الاوفيشال اكزامز. بس هيدا هو الدافع اللي خلاني يعني بس شو ما بدي او ليفلز خلص. فهون بلشت تركب يعني فكره كندا براسي اكثر واكثر، وفتت جريد 12 ويعني يوم عن يوم بلشت تعلى هيدا البرسنتج انه انا رح اروح على كندا. فبجريد 12 قدمت على الابلكيشن. كتير عالم صراحة بيسألوا عن الابلكيشن للجامعة وأنا ما عندي جواب على هيدا الشيء، لأنه كل جامعة غير، كل جامعة بتطلب أشياء غير. في لكم دايما فوتوا على الويب سايت وشوفوا شو بدها الجامعة، وبأي وقت يعني أي لحظة حسيتوا حالكم مترددين دايما دقوا، كل جامعة عندها هيلب لاين هون بكندا وبساعدوك. حتى البروسس منها كتير كومبليكيتد. أكيد من الطبيعي الواحد يكون شوي هيك ملبك وشوي كونفيوز. يعني أنا بتذكر من حالي بأي لحظة بتحسوا بالconfusion أو شيء فيكن دايما تدقوا على الجامعة وتسألوا أسئلة، تأكدوا إنه كل شيء أنتوا عم تحطوه بالapplication مزبوط. أنا لي 5 سنين لأنه بgrade 12 لما قدمت على الجامعة اللي هي first year of university first year of my bachelor's degree انتبهت إنه الجامعة اللي أنا كنت بفوت عليها هون دايما تطلب قصص منكن حسب أنتوا بأي بلد عايشين. لأنه أنا كنت عايشة بأفريقيا كان بدهم إياني أكتب الofficial exams تبع البلد اللي أنا قاعدة فيها اللي هي الوياك. أنا ما كنت بدي أكتبهم لهول الإكزام، وكان كتير مأخر إنه أكتبهم أصلا للوياك أرجع ونظبط القصص. It was very late in the process. يعني هون قدمت على AUB وعلى AU أنا وبلبنان، وكنت إنه مبل إنه قاعدة ناطرة خبر منهم. At this point أنا كنت قايلة مستحيل أروح على كندا. أهلي عن جد لآخر لحظة كانوا عم بضلهم يجربوا إنه أنا ما أقعد بلبنان. فآخر شيء قررنا إنه أنا أقدم على كوليدج بكندا بتكون هي سنة فريشمان يعني السنة التحضيرية قبل ما انتم تبلشوا بالاختصاص. وهيك صار. بتذكر يعني بيومين كانوا اهلي حاجزين لي، حتى بعتوني لحالي رحت لحالي على كندا لانه ماما ما كان عندها فيزا بعد. هون بيجي البارت وين بحس انه كتير بساعد يكون عندكم حدا. مثلا دايما بتخيل انه بماي سيتويشن فور اكزامبل اهلي ما كانوا قادرين يجوا معي على كندا لانه ما كان عندهم فيزا ليقدروا يشتروا لي تياب، يقعدوني ببيت، يعملوا لي كل هالقصص والترتيبات. وانا بنت عمري 16 سنه يعني بوقتها كان انه ما كنت بعرف شيء. كان اتس دوبل، اكيد اتس دوبل، بس كان حتكون كثير صعبه لدرجه انه يمكن انا كنت تجنبت الروحه. كثير مهم اذا انتم كنتوا بالعمر اللي انا جيت فيه لهون 16 سنه، انا هلا عمري 21 سنه، بحس بسهوله في روح على بلد ثاني لحالي ودبر حالي وظبط اموري. بس كحد عمري 16 سنه طالعه من افريقيا وجاي دغري على كندا، لا صعبه شوي. عائلتي ماما عايشين هون فهن كثير ساعدوني.
أول سنة من ماي كوليج أنا عشت مع خالي بكل شيء ساعدني. بتذكر وقت خالتي جبتني للمطار ورحت واشتريت تياب وساتيت يعني تقلي انه اوكي انت بحاجة لهيك. انا ما اكسبيرينس بالكوليج صراحة بتختلف كتير عن ما اكسبيرينس بالجامعة. الكوليج اول شيء in terms of academics يعني الدرس وهيك كان شيء كتير هين. انا كنت اطلع وقت من امتحان جايبة 100، يعني ما بتذكر يمكن طلعت من امتحان جايبه شيء مرة اقل من 92. وانا ما عم اقول هالشيء لانه انا نابغة ذكاء، لا عم اقول هالشيء لانه عن جد الهاي سكول والكوليج هون كتير هينين. هذا الشيء منيح لما انا كنت بالكوليج ايه، بس هذا الشيء ما كان منيح لما انا فتت على الجامعه. الجامعه it's a completely different يعني way of doing things. الجامعه تعرفت على العالم اكثر، عندي opportunities اكثر، الكوليج اصغر، فكل شيء هيك على الصغير وعلى الضيق. هلا رح بلش احكي عن الاشياء العامه، يعني اول شيء رح احكي عن التويشن. اذا انتم منكن ما عندكم اقامه هون بكندا، يعني ما عندكم permanent residency او منكن مجنسين، يعني ما عندكم الجنسيه الكنديه، قصه الجامعه حيكون كثير غاليه، حيكون اكثر من 4 مرات شو العالم المجنسين او العالم اللي عندهم اقامه بيدفعوا. انا هذا الشيء ما كان مشكله بالنسبه لي، لانه انا لو فتت على جامعه مثل الاي او بي او الاي او بلبنان كنت حادفع نفس القصه، يعني more or less. يمكن هون اكثر بشوي صراحه، بس more or less it's the same thing. لو فلي عنده إقامة أو جنسية هذا الشيء كتير منيح لكم، وهذا صراحة دافع أكتر وأكتر إنكم أنتوا تجروا هون تتعلموا هون. أول شيء بس disclaimer، ما بدي حدا يفكر إنه أنا مثل I'm shaming Arab countries ولا ما تدرسوا هونيك، لا بالعكس. أنا بنظري البلاد العربية من أحلى البلاد بالعالم، وأنا بالنسبة لي صراحة لبنان أحلى بلد بالعالم. بس في كتير أشياء مهمة it's a basic يعني necessary and like a basic life need منا موجودة فيه. عشان هيك أنا بشجع كل واحد عنده الفرصة إنه يظهر من برا ويدرس برا إنه يعمل هالشي، مش بس عشان education، عشان التجربة. وأنا بنزل صراحة حتى لو أنتوا جيتوا سنة مثلا درستوا برا بأي بلد، ما ضروري كندا، يعني اكترية القصص اللي حقولهم انا بهيدا الفيديو بطبق اشياء على بلاد التانية. حتى لو انتو رحتوا سنة درستوا برا ببلد ما حبيتوها وقررتوا ترجعوا على البلد اللي انتو عايشين فيها او على بلد تاني اهلكن معكن، رح تتعلموا كتير بهالسنة. scholarships فيكن تقدموا على scholarships. هيدا البروسس كمان اهين للي حدا اذا حدا عنده اقامة او حدا عنده جنسية كندية، هين تاخدوا scholarship especially باول سنة. تذكر scholarship كان عندنا بالجامعة انه اللي بيجيب average اكتر من 90 يمكن بيخصموا له $1,000 او $2,000. هن اللي عن جد انه ماشي نقطه ببحر المبلغ اللي ندفعه. كمان بالقصه بتدفعوا شيء كتير بسيط حق التامين الصحي اللي هو بيكون معكم فتره كل السنه اللي انتم قاعدين فيها. هون بحب اعطي صراحه كريدت لبلد لبنان انه انا الهيلث كير سيستم بلبنان كتير بحبه، لاحظت كتير اهين لإلي انه هون شوي معقد البروسيس، بدكم تشوفوا الجنرال دكتور بعدين تاخدوا ريفيرل بحال صار لكم شيء. يعني صراحة أنا كتير أوقات مثلا كنت مثلا بقصص مثلا هلا ريسنتلي لأنه كتير كنت عم بعمل رياضة أزيد ركبتي، وعن جد ضليت منيمة على الموضوع بس لأنه had to go through the entire process. يعني بلبنان عم بحكي عن لبنان، يعني ما بعرف بالبلاد العربية الباقية أكيد، بس بلبنان هل هيدا الأمور يعني كتير إنه سلسة، ولأنه أنا معود بلبنان كل شيء هين أوكي بستعمل التأمين اللي إلي بفوت لهون بعمل هيك وخلص إنه كل شيء هيك على السريع. هون ال healthcare it's a public system، تأمين is available اللي عندهم إقامة واللي عندهم جنسية for free. طبعا كل شيء يعني موفر للشعب ببلاش حيكون اصعب، يعني بدكم تنطروا اكثر لا تقدروا تستخدموا السيرفيسز اللي موجودين بس لانه اتس بابليك، بينما مش مثل بلبنان انه في كثير مننا عندنا برايفت انشورنس عشان هيك القصص اهين. هون في كثير فرص عمل للتلاميذ، او حتى اذا انتم كنتوا انترناشونال ستودنت يعني ما عندكم جنسيه او ما عندكم اقامه مثل انا. الخمس سنين هون باخر 3 سنين بتشتغل بارت تايم، بس تقدموا على ستودنت فيزا لتقدروا تدرسوا هون بكندا بيسمحوا لكم انكم تشتغلوا بارت تايم، يعني ماكسيموم فيكم تشتغلوا 22 ساعة ونص بالاسبوع. بصراحة شيء كثير منيح انه اكسبيرينس تعرفوا على عالم برات الجامعة اذا ما اشتغلتوا بالجامعة، يعني شيء ما في ما احكي عنه هو الطقس. الطقس بكندا هو يعني من الاشياء الكثير قليلة اللي بكرهها بهالبلد، اللي هون كتير برد، يعني عندكم بس 4 أشهر هون بيكون كتير شوب، كمان كتير 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 شوب، ما في طقس معتدل هون، يا كتير شوب يا كتير برد. هذا الشيء يعني بحس الواحد لازم يتحضر نفسيا عليه. هون كتير بتتلوج especially للعالم اللي يعني مثلا انا ما بعرف سوق ما عندي سيارة، كترية وقت بكون عم بمشي برا حتى بالجامعة بس بتكون اضطروا تمشوا من صف لصف، يعني قلبكم بفرز. بالنسبة لتكلفة الحياة هون، الحياة هون فيها تكون كتير غالية وفيها تكون كمان affordable. للي عايش بلبنان أو بأي بلد تاني متعود إنه هو كتير يظهر وكتير يشتري غراض وكتير يعمل، كنت تروح على مطاعم كتير مرتبة، ما
بدكم تدفعوا، بدكم تشتروا كتير غراض كمان بدكم تدفعوا. في شغلة هون بحس يعني هي شوي رومر انه الشوبينج رخيص بكندا. الشوبينج رخيص بأمريكا ايه، يعني انا رحت على امريكا والتياب عن جد فعلا هونيك ارخص، بس بكندا مش كله رخيص صراحة ابدا. هون في ضريبة تاكس 13% ما بتكون موجودة البرايس تاج، بس كنت تشتروا شيء بس تروحوا لتدفعوا على الكاش بزيدوه. بس هون في كتير اوتلت، بس اقول اوتلت ما بيكون قصدي انه يجي الغراض فيك، يعني انا عندي هيدي الفكرة كانت من انا وصغيرة، بس حدا يقول اوتلت انه يجي التياب فيك بيكونوا لا، بضاعة اللي بتكون باقية عنده بحطوها بالاوتلت على سعر اقل بشوي، يعني حتى ما بتكون هالشيء الخرافي. يعني ناشونال براندز ذات ار اون لايك ذا برايسير اند مثل بيربري، برادا، جوتشي، هول كلهم عندهم اوتلت. كمان بدكم تعيشوا بمنطقة حلوة بدكم تدفعوا اكثر من اذا بدكم تعيشوا بمنطقه يعني منا قريبه كثير مثلا على الجامعه او منا قريبه على الداون تاون او هالحكي كله. يعني هيدا امر فيكم انتم بحس تتحكموا فيه ب certain areas in Canada، مش كلها. يعني بحس بترونتو صراحه الرنت غالي وين ما كان. سؤال ثاني من اكثر الاسئله يعني العالم تسالني اياها انه كيف عملت اصحاب؟ Is making friends easy؟ كيف العالم بكندا؟ Canada is a very very diverse country. يعني فيها عالم من كل البلاد، يعني فيها عرب، عالم من لبنان، عالم من فلسطين، من سوريا، من العراق، من تونس، من مصر، من الأردن، فيها عالم من يوروب، في كتير إيطالية هون، في كتير يونانية هون، فيها أمريكان، فيها هنود، فيها صينية، فيها كورية، فيها يابانية، عالم من أفريقيا. Because it's diverse, this means إنه كندا is a very accepting country. هون كتير العالم تحترم وبتتقبل الآخرين. أنا ما عم أقولكم ما في racism. Making friends depends يعني on the type of person you are. أنا شخص يعني كتير بهمني كون عندي عالم حوالي. أنا بحب أتعرف على عالم من كل الجروبات، كل الجنسيات، من كل البلاد. بحب وين ما روح كون بعرف حدا. لما تكونوا بالجامعة الجواب إنه إيه كتير هين تعملوا أصحاب. أهين شيء تعملوا أصحاب بالجامعة بكل بساطة. كبوا حالكم بكل organization بتشوفوها، بتكبوا حالكم. انا اول سنة بتذكر كان في clubs مثل organization صغار بتقدروا انتو تجوين وبتعملوا قصص يعني activities بتعرفوا على العالم وهالقصص كل. انا بتذكر I joined the food club وقتها، joined the Arab student association club. هيدا الشيء كتير مهم اذا انتو جايين على كندا شو ما يعني من اي بلد كنتو تكونوا. دوروا على your own community إذا أنتوا بهمكن هالشي. صراحة في كتير عالم بعرفها عرب يعني بيجوا على كندا لهون بقولوا أنا ما بدي أتعرف على العرب. للي بحب يتعرف على العالم من their own community، من their own يعني culture كمان يعني موجود. I joined a salsa club بتذكر، joined the dental club. كونوا كتير involved بأول سنة بالجامعة. صراحة بيكون الواحد كتير محتار إنه هي علامات 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 علامات. Surprisingly صراحة أنا ما كنت هيك. انا كان يهمني علاماتي ايه كتير، بس I never يعني حياتي الاجتماعية ولا مرة صراحة I risked لأي شيء تاني. بدكم تكونوا accessible، يعني ما في الواحد صراحة يروح جامعة بيت جامعة بيت جامعة بيت ويتوقع انه رح يصير عنده اصحاب كتير، لا. Another way is volunteering، انه كنت تطوع. يعني تطوع هون بكندا شيء كتير مهم وشيء كتير مطلوب وشي كتير مشجع. يعني you never know when you're gonna have a question. مثلا بدي اسأل شخص رايح على هيدا المطرح قبل، رايح على هيدا البلد، عنده experience بهالدومين، مشتغل قبل بهالمطرح. يعني هيدا الشي كتير مهم. انه كنت تقدروا تتعرفوا على عالم بيكون اصعب اذا انتو جايين على كندا كأهل، يعني انتو جايين وعندكم ولاد، او اذا انتو مثلا جايين تشتغلوا هون. هيدا السيركل حتصير اصغر، وهيدا الشيء صراحه انا بعتها لهمه لانه انا هلا يعني بعد شهر بدي بلش اقدم على شغل. مثل ما قلت اصعب بس اتس دوبل. كان جوين كوميونيتيز، يعني مثلا انا هون بعرف في اللبنيز اسوسيشن بالمنطقه اللي انا عايشه فيها غير الجامعه. العالم فيها بيكونوا اكبر بالسن، يعني تيبيكلي حتقدروا تتعرفوا على العالم من خلال شغلكم، فيكم تتطوعوا بالويك اند والى اخره. اللغه كثير مهمه هون. كثير عالم بيقولوا انه انا بدي اجي على كندا بس ما بعرف احكي انجلش. هيدا حاجز كثير كبير صراحه. حتى على كثير جامعات قبل ما تقدموا بيطلبوا منكم proof of English proficiency، يعني بدكم تعملوا English exam لياكد انه انتم بتعرفوا تحكي انجلش. حتى اذا كنتوا عم بتقدموا مثلا على work permit جايين تشتغلوا هون بكندا كمان بيطلبوا منكم تعملوا الاكزام. لعب هون كثير لطيف، كلهم ماشيين على الشارع والغريبة بيضحك لكم، يعني الغريب بيسلم عليكم. انا بس روح اركض من حد بيطلع علي، يعني اللي ما بيضحك بيسلم. بتذكر اول سنة جيت فيها على كندا ورجعت رحت على لبنان، كنت بعدني معودة انه كل ما امشي انه اضحك للعالم اللي بشوفه.
بتذكر رحت على لبنان ومثلا نكون ماشي وانه اضحك انه هيك ان انتشنلي العالم ما بيرجعوا بيضحكوا لكم. شخص سأل اذا انا شي مرات تعرضت لراسيزم. انا كنت عم بحكي انه ايه كندا is very accepting of other people and other cultures but just like any other country in the world racism happens. So sad to say that بس ايه بصير في racism هون. انا صراحة ماني الشخص المناسب بحس انه احكي لانه انا I blend in مع الشعب هون. بس عندي كتير اصحاب صراحة محجبين حكينا عن كتير مواقف صايرة معهم. black people كمان معرضين لراسيزم يعني. هالقصص بتصير يعني هالقصص موجودة. كمان شي تاني بحب احكي عنه كتير عالم بيقولولي مثلا لما اكون بلبنان بيسألوني انه امال شو بتعملي بكندا كيف بتقضي وقتك؟ كتير عالم بيقولولي بس انه امل بيقولوا انه كندا is so boring. كندا is not boring. It's not. للي عنده نية انه يظهر ويعمل شيء بيخلق شيء من تحت الارض صراحة. مشكلة البلد هون انه كتير ساقعة وهيدا الشيء it cuts down on the things that you can do. وكمان اللي بحب يعمل activities برا في كتير activities برا هون بتنعمل الشتاء لانه هون كتير برد. شخصيا ما بحب هالقصص وبكره كون برا بالتلج. كثير عالم بتحبها وفي سينريز كثير حلوه هون صراحه. يعني انا اللي عم اقول لكم 5 سنين هون وعندي بعد لست طويله عريضه عن القصص اللي بدي اعملها والقصص اللي بدي اشوفها. كندا بلد كثير حلوه حتى بالتلج اذا بتروح على مناطق معينه السينري روعه. مزبوط القصص هون بتسكر بكير يعني اكتريه المحلات بتسكر 9 بالليل ماكسيموم 11 بالليل. البارز والكلوبز اوبسي بضلوا لوقت اكثر اجمالا اذا بتظهروا بين الاثنين للخميس. البلد بتكون رايقه صراحه مش تورونتو. بحس تورونتو والبيج سيتيز انه they're always crowded. مثل المنطقه انا عايشه فيها إيه بتظهروا بين الاثنين للخميس بتروحوا داون تاون صراحه الطرقات بتكون فاضيه المحلات ما بتكون كثير عجقه. اجمالا الجمعه للاحد لا العالم برا العالم عم تظهر. العالم هون ايه كثير بتشتغل وعندهم برايورتيز يعني عندهم شغل اهم بنظر هذا الشيء اسمه ديسيبلين. انا ما ربيت ببيت امي وبيي بيشتغلوا فيه ربيت ببيت بس بيي بيشتغل. فامي ايه يمكن قادره تظهر كل يوم للاثنين للجمعه قادره تعمل بلانز وتشوف اصحابها كل الوقت. ببلد مثل كندا ما بحس في وقت كتير للظهرات غير الويك اند لما يكون في شغل. كتير عالم بيبعتوا اولادهم الشباب ليدرسوا برا بس ما بيبعتوا البنات. وانا كمان برجع بقول اهلي انا لو ما عندي كان حدا هون بكندا ما كانوا بيبعتوني ادرس برا. وهذا الشيء بتفهمه اذا كانوا الاولاد بعمر كتير صغير. اذا كانوا الاهل ما قادرين يروحوا على البلد مع ابنهم او بنتهم ويجهزوه يتاكدوا انه they're settled. هون ما خص اذا بنت او شاب. البنت ما حيصير لها شيء ببلد مثل هون اذا البنت هي بتنتبه على حالها. انا هلا ما رح انزل على الداون تاون بالبلد اللي انا عايشه فيها على 11 بالليل واتمشى برا. يعني انا عم عرض حالي لاي شيء ممكن يصير معي. يعني اذا كانت لطشم او كلمه من هون او شيء ثاني. يعني انا بلبنان كبنت ياما واكثر من مره كون ماشي بالنهار وبسمع كلمة من هون وكلمة من هونيك. بلادنا الشباب بيتحركشوا بالبنات وبصير ألف قصة قصص أنا منا صايرة معي هون صراحة بكندا. given إنه أنا إنسانة مني ما بضل قاعدة بالبيت 24 ساعة بالعكس. بطلع هون بالأوبر مغمضة عيوني ومرتاحة ولعب. بس بلبنان إذا بدي اضطر أخد أوبر صراحة بكون على أعصابي بكون عم فكر إنه أي دقيقة هلأ رح يخطفني ويزتني. في كتير شباب بعرفها صراحة أنا جربت درس برا وما قدروا. ما قدروا هول شباب يعني بدهم يعيشوا مع اهلهم منهم معودين يعيشوا لحالهم ما قدروا يتحملوا الوضع. في كتير عالم حساسة اكثر من التانيين وهذا الشيء منه غلط. بس انا عم اقول يعني لكل حدا بفكر انه لانه بنتي بنت ما بدي ابعتها تدرس برا لا. كندا بلد كتير بتدعك الانسان لانه كندا بلد بتجبر الواحد يتكل على حاله. اذا انتم ما كنتوا قادرين تتكلوا على حالكم بهيدي البلد ما بتعيشوا ما بتضاينوا ابدا 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 ابدا. العالم اللي مثل مثلا اللي عاشوا بافريقيا او حتى اللي عاشوا ببلاد عربيه هونيك نحن متوفر لنا كثير الراحه. يعني عنا امنا بتطبخ لنا اذا امنا ما بتطبخ عنا مين يساعدنا يطبخ اذا امنا ما فيها تنظف عنا مين يساعدنا ننظف. اكتريتنا عنا اكتر من سياره بالبيت اكتريتنا عنا مين ياخذنا ومين يجيبنا. هون انا بكندا منه موفر لي نص اللي موفر بافريقيا. يعني انا بعدني لهلا صراحه ما بعرف اكوي وما بدي اتعلم اكوي وبكره المكوي. فاي يعني انا بس بكوي لما اكون عن اهلي بس. اي شيء بدي اشتريه انا هلا اذا هو بحاجه لكوي بيجعلك بسرعه سمبل ما بجيبه. الاكسبيرينس انه واحد يدرس برا ويعيش مش ما ضروري يدرس يعني يعيش برا لفتره من حياته لحاله بلا اهله يعني بتربي الانسان اكثر من اي شيء ثاني. بيرسونال جروث. انا هلا اذا اي وانا قارن حالي من انا هلا وخمس سنين من قبل انا انسانه ثانيه. انا انسانه
تانية، شخصيتي غير، تفكيري غير. أنا هلا إنسانة I'm a nicer person صراحة. أنا شخصيتي كانت كتير قوية، بعدها شخصيتي قوية، بس هلا I'm more considerate of other people. I'm thoughtful. في كتير قصص ما كانت موجودة فيها قبل. بعترف أنا كنت إنسانة كتير ناشف، improved، صرت أعرف أشياء أكتر، صرت أعرف أتكل على حالي، يعني صرت معودة أعمل كل شيء لحالي. مش عم أقول اللي بيدرس ببلاد هو رابي فيها، يعني مثلا لو أنا درست بلبنان أو درست بأي بلد عربية أو درست بأفريقيا ما كنت بعرف بتكل على حالي، أكيد كنت بعرف بتكل على حالي. بس قد ما كان بهالبلاد أنا إذا بتطلع شمال ويمين عندي حدا، عندي مين يساعدني. بس بكتير مواقف صراحة لما أنتوا تجوا لهون مضطرين تتكلوا على حالكم. يعني أنا هلا حتى هون إنه عايشة مع عائلة أمي، يعني كل واحد عنده وقته، كل واحد عنده شيء. ما في باللحظه اللي انا بدي اياها خلص يلا بدكم تساعدوني بدكم تعملوا لي هيك. لا، في اوقات سيتويشنز انا بنحط قدامها مضطره، يعني خلص مضطره to deal with it on my own. حتى اللي ما بيعرف صراحه بيجي لهون بيتعلم، يعني ignorance is no excuse. الداون سايد لانه الواحد يتغرب او يعني للواحد يكون بالغربه، انه اذا انتم اشخاص بتفقدوا للعالم اللي حوالي حتكون صعبه. انا هذا الشيء خلى ما experience تكون more positive، انه انا ماني انسانه بشتاق للعالم، ماني انسانه انه بفقد كتير، وبحال اشتقت لحدا او فقدت لحدا بلاقي اي طريقه ممكنه انه اطلع من هالشيء. الواحد بيشتاق لاهله، ما نكون يعني you're not، يعني ما انا مثلا تركت افريقيا كان عمري 16 سنه، خيي كان عمره 10 سنين، انا هلا خيي عمره 15 سنه، انا عمري 21 سنه. خيي كانت كل سنه، كنت كل فتره ارجع اروح لعند اهلي فيها حسوا انسان تاني. يعني انا I missed out عن هالشي اللي كتير مهم بحياتي. I missed out on كتير اعياد ميلاد اهلي ما كون قادر اكون موجودة معهم، لانه بي عيد ميلاده بابريل، ما هم عيد ميلاده بنوفمبر، ماني قادر اشوفكم بهالوقت. حتى هني مثلا كتير لحظات انا كنت فيها بحياتي ما قدروا يكونوا معي فيها، يعني فيزيكلي. بس هون بتجي التضحيات، يعني الواحد بيضحي بقصص كرمال قصص تانية يعني اهم. في كانت تجوا فيها على كندا بيكون في شيء اسمه culture shock، يعني اللي هي الصدمة الحضارية، ما بعرف اذا ترجمتها يعني صح. اكل جديد، حياة جديدة، عالم جديد، تفكير جديد، كله بيتغير. وهيدا الشيء بأثر عليكم انتم لانه انتم كمان بتصيروا تتغيروا. في كثير بحبه بكندا انه كندا it's a very individualistic country، الشعب هون كل واحد خصه بحاله. احنا ببلاد العرب متعودين انه كل واحد بالبزنس تبع الثاني، هيدا شو عمل وهيدا شو لبسته وهيدا وهيدا، هون كله هالقصص التفاهات الصغيره يعني منا موجوده ابدا. ولا انا بقولكم انا بس بدي ارجع على لبنان برجع بلاحظ بالفرق، حتى طريقه لبسه بتتغير انا وهونيك بلا ما احس، يعني لا شعوريا. والسفر بحد ذاته it's an experience، الواحد بيتعرف على قصص جديده، عالم جديد، طريقه تفكير جديده، a new lifestyle. شغله صغيره بدي زيدها، بعرف هلا it might sound انه moving to another country is the easiest thing in the world، لا انا ما بقول انه هيدا الشيء هين. كلنا عنا طريقتنا الخاصه بكيف بنتعامل مع القصص. انا طريقتي دائما شوي دفشه، ودايما يعني انا صراحه حتى اذا زعلانه بحب اكبس على حالي واجبر حالي اتعود على الامر. وفي عالم لا، في عالم انه they're softer. شغله انا لاحظتها صراحه انه اهلي لما جيت لهون يعني صرت احسهم صاروا يحبوني اكثر. اكيد هذا الشيء مش مزبوط، بس صاروا كثير احن معي لانه كنت بعيده. يعني حتى بتذكر درجه مره، بتذكر كنت انا عم بركض على الصف وكان كثير برد وكان في فريزنج ايس، فزحطت وجرحت ايدي من فوق من هون، يعني مشي جرح كثير خفيف. وبعثت الصوره لماما انه كنت عم بضحك عم اقول لها ليك شو صار انه زحطت قدام الكل وما بعرف شو، وبلشت تبكي ماما الصبح وقتها ألف قصة وقصة، مع أنه عن جد أنا عاملة بحالي إشي أضرب وأضرب. يعني أنا مرة ضربت منخاري، حتى فيكن تشوفوا الزيح هون بعده ببين، وتليت حالي كل دم كانت، وأمي كانت عم تصرخ علي وقتها اللي كنت عم تلعب بوحشنة، يعني محرقة إيدي بالمكوي قبل. يعني عم بقلكن كل هالقصص رياكشن لأمي، ولا مرة بكيت أنه صار لي شيء. فالأهل كمان بيصيروا حساسين أكتر. وهيدا الشيء أنا بوقتها مش بس كان مع أهلي، مع كتير عالم أنا كنت عم بحكي معهم، بس يعني صرت تحس هيدا أنه the fact أنه هن مشتاقين لي كتير وكتير أنه بدهم يحكوا معي ويلا ويلا ويلا، صرت تحس أنه كتير هيك pressure وعبء علي أنه خلص please. يعني unintentionally صرت very insensitive to the people I love and to the people who love me. يعني الخلاصة أنه أنا أبدا ما عم أقول أنه أنتوا تروحوا على بلد جديد لحالكم وتعيشوا هنيك شيء صعب، شيء هين. بالعكس هو صعب وبده جرأة وبده قوة كتير، بس هو كتير worth، بيستحق كل هالتعب وكل هالبعد عن العالم اللي احنا بنحبهم.
او بس حسيت حكيت كتير بهيدا البلوج، جربت قد ما فيه جواب على كل الأسئلة المهمة. إذا حدا عنده أي سؤال معين أنا I didn't go over بهيدا الفلوج أكيد فيكن تعملوا comments بالتعليقات تحت، أو فيكن حتى تبعتوا لي مسج على الانستغرام، وأكيد أنا I'm more than happy to help answer your questions. ما تنسوا تحطوا لايك على الفيديو إذا حبيتوا، وتعملوا subscribe على my channel، وبشوفكم بالفلوج الجاي.